طريقة إضافة مؤثرات على تطبيق كاب كات. بهذا الفيديو رح نتعلم كيف بنضيف مؤثرات على النصوص. مثلا أنت كتبت نص وبدك تعمل له مؤثرات، والمؤثرات رح تكون مدفوعة برو. إذا بقى عندك نسخة كاب كات المدفوعة البريميوم المجانية موجودة بأول تعليق مثبتة أو عندك بالوصف. تابع معنا الفيديو للأخير، إذا بعدك ما عملت لنا لايك اعملنا لايك واشترك بالقناة واعطينا الانترو. وبعد ما ضفنا الفيديو على كاب كات رح نضغط على خيار نص مثل ما كن شايفين، بعدين رح نضغط على خيار إضافة نص، بعدين رح نضيف النص اللي احنا بدنا اياه. بعد ما ضفنا النص مثل ما كن شايفين، في تحت خيار اسمه النمط، هون بتختار نمط الكتابة، النمط، الألوان، كيف ما بدك انت. وفي هون عنا الخط مثل ما كن شايفين، تختار الخط اللي انت بدك اياه والخط اللي بعجبك على هو ما بدك تكتب انت. إذا رجعنا على النمط فيك تختار الألوان مثل ما شايف تحت، مو ضروري إنك تتقيد يعني بالأنماط التلقائية. وهون عندنا خيار المؤثرات مثل ما كن شايفين، في مجموعة عملاقة من المؤثرات، في المؤثرات المجانية والمؤثرات البرو. طبعا إذا أنت كنت ما عندك النسخة المدفوعة مثل ما حكيت، بوصف الفيديو موجودة النسخة المدفوعة. بس حملت النسخة المدفوعة وشغلت تطبيق الفي بي إن راح تحصل على ميزات البرو بشكل مجاني. راح نجرب هلا نختار احدى النصوص مثل ما كن شايفين. هلا في عنا هون الفقاعات، يعني اذا انت كنت من الناس او الاشخاص اللي بتستخدم فقاعات بالفيديو تبعها، كمان في مجموعة عملاقة من الفقاعات، فيك تختار الفقاعة اللي بتناسبك. واذا جينا لهون على الرسوم المتحركة اللي بتتحكم بحركة النص او الكتابة مثل ما كن شايفين، بس الشبكة عندي شوي ضعيفة اللي بيبينه. كمان موجود مجموعة هائلة من النصوص البرو والمجانية، فيك تختار انت اللي بيناسبك. هلا احنا اذا جربنا نختار اي نص منهم، هذا بس لأعرض لكم النصوص، راح نختار واحد لعلى التعيين بس يكون برو بريميوم. نشوف اضبط واحد بالنسبة لي، نختار هذا الليزر. بعد ما اخترنا النص ظهر عنا بالشاشة، بس طبعا النص مبين بطيء لانه التصوير عم يضره.